فوز العمالي اليساري جورج غالوي بمقعد جديد في البرلمان البريطاني ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد في بحر الانقسام داخل حزب العمال البريطاني المعارض. غالوي لم يعد عضوا في هذا الحزب منذ ان تم طرده في عام 2003 بسبب معارضته للغزو الامريكي للعراق في عهد حكومه توني بلير العماليه. إلا أن المجازر الإسرائيلية في غزة تثير الآن انقساما أشد داخل حزب العمال وذلك بدلالة أن 56 من أعضاء الحزب صوتوا مؤخرا لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار قدمه حزب معارض آخر هو الحزب الوطني الاسكتلندي لحظة إعلان فوز جلوي في الانتخابات الفرعية لمقعد مدينة روتشديل شمال غرب إنجلترا خاطب جلوي زعيم حزب العمال بالقول كير ستارمر هذا الفوز من أجل غزة دفعتم وستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي أديتموه في السماح بوقوع وتشجيع والتغطية على الكارثة التي يشهدها قطاع غزة قياده ستارمر للحزب تميل الى دعم اسرائيل حتى وسط حشود من الادله التي تثبت انها ترتكب جرائم اباده جماعيه في غزه هذه القياده فضلت ان تقيل علي ازهر مرشح الحزب لمقعد روتشديل بسبب انتقاده لاسرائيل الا ان المدينه منحت صوتها لجلوي لكي تقول لستارمر كم انه يقرا المشهد الانتخابي على نحو خاطئ يذهب الاعتقاد بستارمر الى ان التيار اليساري داخل الحزب يضر بفرص عودته الى السلطه الا ان المجازر الاسرائيليه في غزه لم تبق مجالا للمناوره بالنسبه لهذا الاعتقاد غالبيه البريطانيين تدعم عوده حزب العمال الى السلطه على اساس معادله تتعلق بفشل حزب المحافظين وليس على اساس الموقف من اسرائيل غزه غيرت المعادله داخل حزب العمال ويسار هذا الحزب لم يعد قادرا على الصمت او التواطؤ مع الجريمه من اجل الفوز بالسلطه. جالوي اهدى فوزه لغزه ومقعده في البرلمان سيكون مقعدا لغزه وكل مقعد مثله سيكون مسمارا في نعش ستارمر فاز ام لم يفز بالسلطه.